بيشتري سلاحه ذخيرة يا زول، والجاك ده تدوس وتدرش طوالي، ما داير لا اثنين ثلاثة بلاش قلة ده يا زول كتيرة. الناس تيجي توحد، بس كل القبائل ما في حاجة اسمها قبيلتي كده وقبيلتي كده، الناس دي رسالة لكل القبائل يا زول الأفريقية السودية يا زيادة البلد عادي. السلام عليكم. مرحبا، تحياتنا. تفضل. شكرا، تحياتنا. تفضل يا احمد كسل افلاك التحية يا راكز، تحياتنا والله. تفضل. الله يديك العافية. والله بحاول من قبل كده، بحاول دار ارسل لك في دعوات يا دام، حتى خشيت والله. كيف اخبارك؟ ان شاء الله عيان بخير. انت؟ ها عيان؟ والله ما عيان نصيح طيب والله، انا بس اصلي نايم. اكبر منك كنت سنا، نايم انا اصلي اكبر منك سنا، اهو ده قاعد في الكرسي، ما تقريبا في 350 نفر يحترموا شويه. انا خليني اسمع كلامي طبعا. صعيد يا دام من النوم وهبش تليفوني كده طوالي الشاشة قدامي طبعا. انا قلت لنا نشوف الراجل ده خبر شنو. ان شاء تفضل. الله طيب تفضل. يا اخي، تحياتنا والله. الحمد لله والله. رايك شنو في الاحداث اللي حصلت في الفاشر ومن 2003 لغايه التاريخ الليله؟ ما ادري كيف يا اخي والله، يا اخي والله لدرجة مؤثرة كده، اثرتنا اثر شديد خلاص احمد كزل. عشان كده والله لك الحل. التحية والتحية لود انت شايف مختار. الحل شنو؟ انت شايف الحل كيف؟ والله بس اشتري سلاح واحمي نفسك، تحياتنا والله. تسلم. والله تشتري سلاح وتحمي نفسك. لكن ان تلتزم يعني تنتظر انسان ولا تقول لانسان احميني ولا كده، دي داني في قوانيننا ما فيها واتكسلها. تحياتنا والله. تسلم، شكرا لك. تحياتنا. الو الو، مرحبا. تمام والله. اي دول، اي دول 3 دقائق بس. اول حاجه مبادره بتاع اشتري سلاح واحمي نفسك، ده نعم. لازم مبادره، ده كل الشباب يقوموا بو، الشباب كلهم يقوموا بو ويحاولوا يعملوا للمبادره ده، لانه انت والله العظيم ترانا منه كثير في دارفور، ولا زالت يعني اثارهم وجذورهم وهم زادوا بنفس طريقتهم الزمان ده شغالين فينا ولا حاجه. نعم. ولكن هسه حاليا انا لازم اشتري سلاح، اي زول يشتري سلاح سواء كان قاعد زراعة، إما قاعد في مدينة، قاعد في مدينة ذاته ما قادر يعني يشتري سلاح، ممكن يشتري سلاح ويرسل للزول اللي قاعد في القرى وفي المحلات الموجود فيه والجنجرين. كلمناه. أنا قاعد تساعدني يمكن سنة ونص، اتكلمت عن الموضوع ده قبل سنة ونص والناس كان رفضوا كلامي، تتذكر؟ انا ما قمت بالمبادره ده، شغال فيها بس سلاح 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 سلاح. وما من لايف وانا الا قلت فيه سلاح. الناس رجعوا لكلامي اللي زمان قلته، تمام. شو ما كاب، يلا وين شبابكم؟ وين الفور؟ وين الزقاوه؟ وين الداجر؟ وين البرجي؟ وين المساريت؟ وين التامه؟ ما تقول لي انا تامي دار تامه ودار مليص، الله يجي يفتقوك. ناس عاملين شير يا جماعه، عاملين شير يا جماعه. في ناس بيقول لازم طبعا في اللايف انت لازم تقطع زلط. ما قطعت زلط طبعا ما بظبط، لازم تقطع زلط، لازم تقطع زلط. ما في حاجه يا اخوي، اخوك اشتري سلاح من نفسك، ده شعار. والناس تتوحد. هوي ما تقول لي انا زغاوي الفوراي ولا مسلاتي ولا زفت. الناس دي كل الناس 5 دقائق ناس تحول يا دول. شكل عندك ليه؟ وانا بعرف في ناس عندهم 50 60 الف دولار، حولوا كله اشتري دوش كذاته. مرحبا. مرحبا بك يا احمد كسلة. طبعا انا متابع اللايف من البدايه والله. نعم. دار علق اول حاجه، تكلمت عن الجروب اللي اخترقته ده، ودار اتكلم عن المواضيع اللي طرحتها كلها. بتديني فرصه؟ في جروب انا تاني اخترقته في كردفان، لكن ما دار افكه. سامح ولا ما سامح يا هدى؟ يلا احمد انت اخترقت دقيقه. لا جروب. اسكت 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 يا هدى، ده الجروب يا صاحبي. انا اخترقته عفن مره واحد، لكن ما دار افكه عفن مره واحد. اي حاجه قالوا زرطته يا هدى، انا عندي له لكن ما ادري افكه. انا متحفز به الجروب ده لانه الجروب ده وسخ ما نافع، ده وسخ ما في دارفور في كردفان، لكن انا ابيض افكه.
لكن اما الجروب اللي قاعد في دارفور اللي عنده 5 سنوات ده اللي قتلنا، الجروب ده لازم يتفكك. انا هسي قاعد فوقه خلاص لازم يتفكك، وفي فوقه ناس قاعدين جوا ادينا فرصه جروب نعلق، مشكل من تشاته من السودان، وسخ ولا ما وسخ؟ نعلق في ادينا فرصه نعلق في الموضوع ده. تفضل. طبعا طبعا الجروبات دي كالعاده كل جهه عندها جروب، وانت انا دار اقول لك حاجه، الجروب اللي انت اخترقت ده قول لي جيب لي كلمه واحده او زول واحد يتكلم بحر زي الرحل بيتحرض للاقتتال وشراء السلاح. النادر يعني جروب للتعار وجروب للونسه، ما جروب للفتنه وما جروب اوه يا للسلاح ولا زول، جروب اوه يا زول للاقتتال. حبيبنا، لا ويت 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 دقيقة، دي هاي اي رساله؟ ده انا جبته عشان اكشف جيب لك لي منه. رساله، لحظة لحظة دقيقة يا اخي، يا اخي ما دقيقة، جيب لي رساله للحرب الكلام ده انا جبته الجديده. يا اخي، لحظة دقيقة دقيقة يا حبيبنا، الكلام ده انا جبته عشان يعرفوني انه انا جاي. انت داير انه نجيب لك جروب قاعد يتكلموا فيه ويقولوا سلاح واقتلوا فلان، نجيبه اجيبه ما ولا في، اجيبه؟ اسمع، ما في تعاون حبيبنا ولا سلام عليكم. هوي الجروبات دي، لحظة الجروبات دي لحظة موجوده. لحظة لحظة دقيقة دقيقة، أنا وريتهم بس الكلام اللي قالوه دير أوريهم الونس بس يتونسوه، دير أوريهم إنه الليلة أنتوا اتونستوا وأنا قاعد موجود في الجروب ده. لكن لو دير الوسخ ده ما بجيبه أنا هنا في اللايف، ده بيحتفظ به وحوله في جروباتنا يعرفوا إنه قال شنو. ولو حسي أنت دير تقيل أدبك حسي بجيبه، فيه سلاح فيه دوشكات فيه أي واحد فيه أي شيء، وفيه تصنيف لقبائل عديل. لحظة أجيبه ولا أجيبه بس؟ أجيبه؟ جيبوا جيبوا جيبوا، يلا يا احمد انت الكلام تتحمل اللي انت مسؤوليته أنت، قاعد تتحمل أنت مسؤوليته الكلام حبيبنا، ده في دي مين كورتوفان. اللي هيجيبها؟ لحظة دار داخل في دارفور الكلام داخل اللي انت قاعد جانا تقوله في ده كورتوفان تتحمل مسؤوليته. دقيقة يا هدى، لحظة لحظة اسكت اسكت، تتحمل يا مسؤوليته احمد، أنت، تتحمل احمد مسؤوليته. الكلام لا اللي يا انت هدى قاعد الجروب، تقوله، لحظة الكلام تتحمل اللي انت قاعد مسؤوليته يا تقوله، هدى، يا هدى الجروب، يا الكلام هدى اللي قاعد الجروب تقوله يا احمد، الكلام تتحمل اللي قاعد مسؤوليته. تقوله، يا اتفضل أخوي اللي قاعد تتحمل تقوله، مسؤوليته أنت، دقيقة لحظة بتحمل اسكت مسؤولية اسكت، حاجة تتحمل انت مسؤوليته شنوطة. يا اخوي، ده انت تتحمل لما غير مسؤوليته ما قلته، يا اخي. لك الله حبيبنا يا انت اخي، مارق يا اخوي، مارق تتحمل مسؤوليته يا اخوي، ما بتتحمل مسؤوليته. ده قاعدين بيقول اقتلوا قبيلة فلان، وفلان دفع كده جمل، وفلان دفع كده، وفلان كده، وخططوا هناك وقتلوا كم وقتلوا كده وضربوا 20 نفر وضبحنا ديل. انا في حاجة قاعد اتحفظ بها يا اخوي، في حاجة قاعد اتحفظ بها، اجيبها كيف؟ تتحمل مسؤوليتي انت عشان اجيب انا؟ انت وهم، انت دار تخمني تجرني، لا ده الكلام ده وسخ. لا 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 لا، رفضت دعوتك انت، ما انت مسكين. انا حتى قاعد احافظ على كردفان هنا، قاعد احافظ على، ويا جماعه تعالوا لي الطاهر خليه يتصل برقم تليفوني ده دقيقتين بس عشان يمليني رقمه. انا حضرته طبعا طاهر الحبيب، حضرته، فبفكله الحظري للطاهر حبيب، بفكله بحول للطاهر حبيب اللي قاعد في، قاعد ما اعرف في دول الاسكندنافيه ما اعرف وين يا جماعه، يا دوله الطاهر قاعد هناك، بحول له خليه يسمعه، لكن ما بيجيبوا على الحوار مباشره. انت قال لك احنا لو واحد لو عاقل والله العظيم اقسم بالله انا فيك اي حاجه، لكن انا ما عاقل والله، انا اجيبه والله لا تمسك راسك، والله لا تمسك راسك، انت ما فاهم ولا شنو ده. لو جيت فكيته هسي بكون في دم، يعني احنا بعد قاعدين نحقن الدم ده جروب عديل في كردفان، لا يعفكوا لا يصير الذخيره ده، وحسي قاعدين نحقن لك الدماء احنا هنا في كردفان. انت مجنون ولا شنو؟ انا احنا ضد الملايش وضد الجنجبيل، انت تتكلم كيف؟ والله الجروب ده والله لو فكيت والله تشك والله والله فكه من راسك. المهم الدواء مفتوح، ما تخلينا نقول، لكن بعد انا لو مهما استفزتني ما فيكم. قال والله قاعدين يونسوا عادي، انت من كردفان ده قاعدين يونسوا عادي، انا وريتهم بس الوسخ حقهم احتفظت بيه، اما الونسه حقتهم جبت عشان ده اكد لهم انهم هم قاعدين في الجروب. انا قاعد في الجروب مثلا، وانا جروبكم ده الوسخ والسمح والشيء كله يندي لي، وانا عشان افرتك لهم عشان تتلم افكاره بجد، واللي يفكوه والله اللي يفكوه، اقسم بالله اللي يفكوه. قال لي طيب في نفس الجروب ده، نفس الجروب ده، ها طيب
طيب اسمع الكلام ده ساكت، بس الكلام ده ساكت بس اسمع اسمع. مجموعة، انتوا يا جماعة المجموعة مسمينها بالمنتدى العربي الروحي، هي مباي برحلته ها؟ كان في مباي عارفين لما تطلعوا برته كسل المشاركين، وانتوا بتتكلموا لكم في موضوع تاني مشارك معاكم وبيشروا الحاجات بعد، انا غلطت ولا فكر يا ناس؟ انت كلامك ده بتغير يعني، طبعا بتلقاني يوم انا قاضي بحكك، بتلقاني انا شرطه بحكك ببلاغات. كلامك ده كلام امباي وما امباي. ابيت انت ابيت للسعوديين والاماراتيين، انت وسخ ولا شنو؟ انت عفن ولا شنو؟ كلامكم ده لازم يتغير، ولا غصبا انكم كراكم في رقبتكم سمعا وطوعا وطاعه، ولا على كيف على كيفكم رغم عن عنفكم هتغيروا، ولا على كيف. انتوا وهم ولا شو؟ انتوا وهم ولا شو؟ ها؟ شايفين؟ هسه الناس الشماليه ما ماشيين صح. يا صاحبي شايف الليب ده؟ ماشيين صح يا صاحبي، اقرا الكلام هنا يا زول، خروج السودان من جامعه الدول العربيه يا زول. ها؟ فاكر يو. هاي الكلام ده، اقرا الكلام ده كويس. دك زي الدك، خبط زي الخبط. ولا على كيفك. لا على كيفك، شايف الناس وقعت مشت قدامي يا صاحبي. ده مطلب ثوري قال لك 2030 نهائي، مع السلامه وداعا. احنا كمان دايرينه اجلا ام اجلا. انت ما قريت تناي ولا شنو؟ ما نتفق الا الشغله دي تتفرتك طوبه طوبه. لازم الجنجويد يتفكر يا دول. طيب نمشي قدام. وصاف فاتح يا جماعة، في واحد حقير جبل قفل عليك معايا، فبدق عليه تليفون بالتليفون الثاني وبيسميني الله في حق ذاته. قفلت التليفون وريه قلة أدب. حتى لغة الأم مفتوحة يا جماعة، لغة الأم مفتوحة يا جماعة. أي دول عنده لغة أم يقدم دعوة بالواتساب، يوصل لغة أمه بالواتساب يا جماعة. ما بقدر بدخلك هنا، وما كل الناس بتدخل طبعا. هو يا جماعه هوي ده زمن الوحده يا جماعه، هوي ده زمن الوحده معروف. البرنامج ده سلام وبتاع وبطيخ وطماطم، ده كله طرشه خلاص. ده هان زمن الوحده يا جماعه، هان زمن الوحده. الناس اجلا ام اجلا، قبل سنه ونص اتكلمنا في الموضوع ده، الناس ابوا يتوحدوا. سمعت بتقول لي عبد الواحد ولا بطيخ ولا مني ولا طماطم، الموضوع ده انتهى خلاص. مرحبا الناس في السودان يا جماعه، الناس في السودان، في السودان، في السودان. اسمعوا الكلام، ارجو بالواتساب، ارجو بالواتساب يا نما يا ناس، ارجو بالواتساب. الناس في السودان ما بالضروره انت تسهر في النايل، لان الشبكه ما بيمكنك تسهر مباشر. افهموا يا ناس، تحياتنا والله تحياتنا. اعمل لنا شير، اعمل لنا شير، بس شيروا شيروا في كل الجروبات عشان المعلومة تصل. شيروا بس، اشتري سلاح واحمي نفسك، المفروض ده يكون هنا شعار ذاته.